فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن نقول هذه العبارة: مطرنا بفضل الله بسبب النجم الفلاني؟ لا، لا تقول بسبب النجم الفلاني. ما النجم الفلاني؟ ما هو بسبب، ما تسبب في نزول المطر، ما هو بسبب، لا لغة ولا شرعا. لكن تقول مطرنا في طلوع النجم الفلاني، يعني وقت، هذا وقت نزول المطر، ما هو نسبة المطر إلى النجم، إنما هو بيان لوقت نزول الأمطار، وهذا معروف عند الناس، وقد تنزل وقد لا تنزل، والوقت حد ذاته لا يفرض نزول المطر، لكنه ظرف، إن شاء الله نزل وإن شاء ما نزل. نعم.